ركلات الترجيح أعظم لاعبي كرة القدم ضيعوها، لذلك حتى اللاعبين أصحاب الخبرة في مباراة اليوم سيكونوا تحت ضغط كبير جدا ويحتاجون إلى المحافظة على أعصابهم. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. تسديدة قوية وجميلة، يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. سددها بطريقة سيئة، كانت قريبة جدا لكن عادت من خشبات المرمى. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس، يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. الآن الدور على اللاعب الرابع. ملعوبة وكانت قريبة جدا من الحارس. سهلة جدا عند حارس المرمى. فرصة ليتقدم بهدف ثاني. أنهت هذه الركلة المباراة. لم يكن عندهم الهدوء أثناء تنفيذ ركلات الترجيح أو التركيز العالي. افتقدوا الثقة اللي كانوا يحتاجونها في مثل هذه المراحل الحاسمة من المباريات. الأمر سيء دائما للفريق الخاسر، بالذات عندما يتعلق الأمر أن تخسر ركلات الترجيح، لأنك تكون قد بذلت جهد كبير جدا في المباراة، 120 أو أكثر من 120 دقيقة، وفي الأخير تخرج مهزوما بهذه الوضعية الصعبة. انتهت المباراة إذن. شكرا على حسن المتابعة، نلتقيكم في مباريات قادمة، وإلى اللقاء. مع خالص التحية محدثكم فهد العتيبي.